السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتكلم عن توصيل المقاومات على التوازي. الآن نبدأ في الدائرة التي أمامنا. نجد عندي R1 وR2 وI1 وI2 والبطارية يخرج منها التيار الكهربائي. فوائد التوصيل على التوازي: الحصول على مقاومة صغيرة من عدة مقاومات كبيرة. إذا احترق أحد الأجهزة تبقى بقية الأجهزة تعمل ولا تتأثر، لذلك يستخدم التوصيل على التوازي في المنازل. إذا أضيف أي جهاز آخر على التوازي لا يتأثر تيار ولا جهد أي جهاز. الفكرة الثالثة هي من أهم الأفكار اللي بتيجي دايما في الامتحان، وهنشوف هي بتيجي إزاي في السؤال. 4، كل الأجهزة تعمل على نفس فرق الجهد، يبقى إذن عندي هنا هيبقى أول ملحوظة V1 هتساوي V2 هتساوي الإبسلون اللي هي الفي الكلي، فرق الجهد الكلي. طيب في التوصيل على التوازي بيكون ايه يا استاذ؟ بيكون عندي تيار البطارية يتوزع الى كل فرع حسب المقاومة. يعني هنا I total تفرعت الى I1 وI2. في التوالي كان شدة التيار ثابتة، يعني I1 تساوي I2 تساوي I3 تساوي I كلي. 2، جهد البطارية يساوي جهد المقاومة، يعني ال V1 هي V2 هي V3، يعني فرق الجهد في الدائرة ثابت. للمقاومات كيف يمكن حساب المحصلة؟ 1 على R يساوي 1 على R1 زائد 1 على R2. وطبعا عندي في طريقة أخرى بقدر احسبها على اساس معظم الناس بتنسى تقلب الايه الناتج، فاقوم اعمل R هتساوي 1 على R1 زائد ايه يا استاذ؟ زائد 1 على R2، وبعدين اسكر القوس واحط هنا ايه -1، كده الناتج هيطلع لي R الكلية مباشرة. اما معظم الناس بتنسى تقلب الايه الناتج، فبالتالي اللي بيطلع لي الرقم من الناتج هنا من العمليه الحسابيه بتكون ايه يا استاذ؟ بيكون 1 على R. فليك انت الخيار حسب ما تعودت في حل المسائل هذه الطريقه او تلك. طيب للمقاومات المتماثله الR بتساوي R على N. طب في كان في التوالي الR بتساوي ايه؟ تساوي الR كلي بتساوي الN في الR، الN ضرب الR. هنا الR كلي تساوي الR على ايه؟ على N. نفس قانون أوم اللي هو الI كلي يساوي الإبسلون على R كلي، هو عصب الفيزياء كلها الكهربائية اللي هو قانون أوم اللي هو الI تساوي الإبسلون على R. كده معلومات عامة عن التوصيل على التوازي، ومن أهم الأفكار في الصفحة دي اللي الفكرة الثالثة إن إذا أضيف أي جهاز على التوازي لا يتأثر تيار ولا جهد أي جهاز آخر. نبدأ نشوف الأفكار اللي بتيجي في المسائل. عندي المسألة الأولى 3 مقاومات R1 بتساوي 6 أوم، R2 4 أوم، R3 12 أوم، تم وصلها على التوازي مع بطارية 9 فولت، احسب المقاومة المكافئة. طبعا هنا أستاذي عمل إيه؟ حسب لي المقاومة المكافئة 1 على R تساوي 1 على 6 زائد 1 على 4 زائد 1 على 12، ومنساش يقلب اللي إن أنا عاوز R مش عاوز 1 على R كلي. إذن أو يعطيني الناتج إيه رجالة؟ يعطيني الR تساوي 2 أوم.
ممكن استخدم نفس الطريقه دي ونفس الطريقه اللي احنا خدناها لو عملت قوس ومتعامل سالب واحد مباشره، بس بشرط يبقى الار كلي هتساوي 1 على 6 زائد 1 على 4 زائد 1 على 12. اقفل القوس، سالب واحد هيديني مباشره 2. طيب اذا احسب شده التيار الكلي في البطاريه، قلنا قانون اوم، يبقى الاي بتساوي الابسلون على الار هتساوي 9 على 2، يبقى الار كلي هتساوي 4.5 فولت. كان من صفات التوازي ان الاي تتوزع حسب الافرع، يعني كل فرع ياخد مقدار من شده التيار الكلي حسب المقاومه. المقاومه كلما زادت يبقى فرع التيار يقل، إذا المقاومة قلت فرع التيار أو التيار الذي يمر في الفرع يزداد. احسب شدة التيار المار في كل مقاوم، يبقى هو عاوز I1 I2 I3. إذا نشوف I1 بيساوي ال V بيساوي 9. طيب هو ليه أستاذ هنا حاطط 9 كله 9 9 ليه أستاذ؟ لان احنا اتفقنا ان ال V1 بتساوي ال V2 بتساوي ال V يا استاذ ال V3. يبقى اذا لان فرق الجهد يكون ثابت في التوصيل على التوازي، يبقى 9 على 6 ب 1.5. 6 مين يا استاذ؟ اللي هي R1، وبعدين 9 على 4 2.25 اللي هي I3، 9 على 12. لو عاوز تتأكد ان انت ماشي صح هتجمع 0.75 مع 2.25 مع 1.5 لازم يطلعوا كلهم كام يا رجاله؟ 4.5. اذا ديت مساله الاولى على التوازي. الفكره الثانيه، عندي مصباحين توالي توازي، عندي هنا يا استاذ قيمه ال R1 بتساوي 3 اوم واي واحد بتساوي اي واحد بتساوي 2 امبير. من غير ما اشوف بقيه المساله انا عاوز ايه يا استاذ؟ ممكن اجيب الفي او اجيب الابسلون. ما هي الابسلون عباره عن ايه يا استاذ؟ عباره عن الفي واحد، والفي واحد بتساوي ايه يا استاذ؟ بتساوي اي واحد في الار واحد. على طول كده يبقى هتساوي كام يا استاذ؟ 2 ضرب كام أستاذي؟ 3، يقوم يعطيني 6 أو 6 فولت. يبقى كده أنا حسبت الفي اللي تمر فين يا أستاذ؟ في أو الإبسلون الكاملة الخاصة بالبطارية. طيب نشوف، احسب مقدار المقاومة R2. اتفقنا أن أنا عندي في واحد زي ما احنا حسبنا، الآي اللي هي كام؟ 6 فولت. ونفس الشيء يبقى أصبح عندي ال V1 تساوي ال V2 وبتساوي الإبسلون، يعني بتساوي كام يا جماعة الخير؟ بتساوي 6 الفولت. أصبح عندي هنا يا أستاذ ال V هنا موجودة. طيب R2 هتساوي يا أستاذ ال V2 على I2 هيديني كام؟ إذا 6 فولت على التيار الكلي اللي هو قراءة الأميتر هتساوي يا أستاذ معتمدا على الشكل، قراءة الأميتر هنا هتساوي كام؟ كان عطها لي 5 أمبير. ديت بالنسبة للإيه؟ التيار الكلي. التيار الكلي هنا هو 5 أمبير. عندي الـ R2 هتساوي 2 أوم. المطلوب الثاني، أي المصباحين سطوعه أكبر؟ أصبح عندي مقاومة 2 أوم ومقاومة أخرى 3 أوم. هنا في التوازي، كلما في التوازي كلما زادت المقاومة قل السطوع، في التوالي كلما زادت المقاومة زاد السطوع. يبقى إذا مين يا رجالة هيبقى أكتر؟ مين يا جماعة هيكون سطوع أكبر؟ اللي هو مين يا أستاذ؟ R2، لانه مقاومه ايه؟ اقل. يبقى المصباح الثاني R2 لان مقاومته ايه؟ اقل. وبالتالي العلاقه عكسيه بين القدره اللي هو الذي بتمثل السطوع والمقاومه
الكهربائية للمقاومة سواء R1 أو RA2. إذا أضيف مصباح ثالث، نيجي للفكرة اللي إحنا قلناها اللي هي كانت رقم 3، عند إضافة أي مصباح آخر لا يتأثر مين يا أستاذ؟ تيار كل فرع. طب هو بيسأل عن مين؟ ماذا يحدث لكل من؟ سأل عن إيه يا أستاذ؟ عن السطوع. نشوف عند إضافة مصباح على التوازي إيه اللي بيحصل؟ تقل الآر الكلية فيزيد التيار الكلي، ولا يتأثر تيار ولا سطوع أي مصباح. نركز عن الفكرة دي كويس جدا يا جماعة، إن عند زيادة فرع توازي أو نقصه لا يتأثر تيار الفروع الأخرى. نشوف المسألة رقم A3، بنقول عندي بضعة مصابيح كهربائية متماثلة، قيمة المقاومة فيهم كل منهما 6 و 68 أوم، موصلة على التوالي متوازي بمصدر جهد كام يا أستاذ؟ 20 فولت. احسب عدد المصابيح إذا كان شدة التيار 5. عندي V وعند R، أروح لإيه حبيب الناس كلها قانون أوم وأجيب الR كلي. الR كلي هتساوي إيه يا جماعة الخير؟ نشوف الR كلي هتساوي 20، عند الR كلي هتساوي 20 على 5 هتساوي 4 إيه أوم، والمصابيح تكون متساوية، فأخد مين؟ أخد الR كلي هتساوي الR على N. إذن الR كلي الN، أنا عاوز عدد المصابيح، يبقى الN هتروح مكان الR والR تيجي مكانها، يبقى إذن الN هتساوي 68 على 4 هيديني 17 مقاوم. تاني يا أستاذ، حاضر، أنا عندي فرق الجهد الكلي 20 فولت وعندي شدة التيار الكلي 5 أمبير. إذن من الفرق الجهد وشدة التيار بجيب المقاومة الكلية، المقاومة الكلية اللي مجموع المقاومات. أنا ما أعرف عدد المقاومات، ولكن عندي الـ R كلي تساوي الـ R قيمة أحدهم على N بتساوي، إذن الـ N هتساوي الـ R الكلية اللي هي 68 على عدد المقاومة، عدد على المقاومة الواحدة اللي هي 4 أوم، يقوم يديني 17 مقاوم. بعد كده المسألة رقم 4، في الشكل إذا علمت أن قيمة المقاومة R1 تساوي 4 أمثال المقاومة RA2، فاحسب كل من R1 و RA2. طبعا عندي شدة التيار الكلي كام؟ 2 أمبير، وفرق الجهد 32. نرجع لحبيب الملايين اللي هو الآي، الآر هتساوي الفي على آي، الآر هتساوي الفي على آي. الآر مين يا أستاذ؟ الآر كلي، أنا عندي V كلي وعند I كلي، على طول أجيب الـ إيه؟ الـ R كلي. الـ R كلي هتساوي 16. طيب الـ 16 نعوض في قانون التوازي اللي هو 1 على R كلي يساوي 1 على R1 زائد 1 على R2، يبقى 1 على 16 هتساوي R2 بـ R2، وأما R1 قلنا هي 4 أضعاف R2، فهتساوي R1 على 4 R2. من خلال المعادلة اللي موجودة ده قدامي بقدر أحصل على R2 بكام يا أستاذ؟ بـ20 أوم. أضربها في 4 يطلع لي قيمة R1.